أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مساء الجمعة على بحيرات الممزر بالشارقة الحملة الإرشادية والتوعوية لمرتدي المسطحات المائية والمقامة تحت شعار بسلامتك نسعد نحو صيف آمن لرفع الوعي المجتمعي عند ارتياد البحر. ممارسة رياضة ركوب الدراجات المائية من أهم عناصر الجذب السياحي في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، وبالتحديد في فصل الصيف. ولتأمين سلامة ممارسي هذه الرياضة، خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من الدوريات الأمنية للتواجد المستمر على الشواطئ وتوعية الجمهور. احنا نقوم بالاهتمام هني في موضوع الدراجات، في تأمين المكان، في الحد من الطيش والتهور وتوعية الناس وتعريفهم، بالإضافة إلى زيارة المحلات هني والتأكد من سلامة الدراجات للمحافظة على سلامة الجمهور والموجودين في هذا المكان. وتناشد الشرطة مرتادي الشواطئ بضرورة التقيد بقواعد السلامة واستخدام سترة النجاة لحمايتهم من الغرق، خشية من أن تتحول أداة الترفيه إلى حلبة سباق للاستعراض قد يفقد فيها الشخص حياته أو يتعرض لإصابة بليغة. لاحظنا أنه نحن أول ما دخلنا على الشاطئ صار في توعية من شان الناس أنه وقت من موضوع وقت السباحة يكون من وقت الشروق لوقت الغروب، والانتباه على الأطفال ما ينزل الأطفال لحالهم على البحر. بعد الأمور تغيرت، يعني أول شيء في أول كان الشاطئ مليان بالناس يعني عادي، الحين صارت كلها عوائل، يعني هذا هو التغيير اللي صار، تقريبا كل عوائل وفي حراسة يعني الشاطئ، الحمد لله كل الأمور موفرة. كما تواصل الشرطة جهودها عبر المنابر الإعلامية وعن طريق المنشورات التي يتم توزيعها على الزوار لإيصال الرسالة ورفع الوعي الأمني ودرء خطر ارتياد الشواطئ دون اتخاذ إجراءات السلامة. الجهود التوعوية والإرشادية للقيادة العامة لشرطة الشارقة للوقاية والسلامة من حوادث الغرق خلال أشهر الصيف، والتي تأتي تزامناً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية تعزيزاً للأمن والسلامة بالإمارة. لأخبار الدار، لمياء المازمي من الشارقة.